لو عملت حاجة غلط بقى من فورس هتتنفذ حتى لو غلط، ويعني حتى لو كان اللي مصمم البرنامج أساسا حاطط جميع الحمايات الممكنة وغير الممكنة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلغي فورس من خطورته إنك تعمل باسورد على البي ال سي. ده في باسورد مخصوصة اسمها كده، باسورد از ريكوايرد فور ابلاينج فورس، عشان تنفذ امر فورس لازم تجيب الباسورد دي، من غيرها مفيش حاجه اسمها فورس. كاي مش هقدر اخليك تعمل فورس. امر فورس في البي ال سي متقسم لاربع حاجات، حاجه اسمها فورس، وحاجه اسمها ان فورس، وحاجه اسمها ان فورس اول، وريد اول فورسد. الشكل بتاع فورس هتلاقيه قفل مقفول، هكتبهم بالتفصيل. عمدا هتلاقوهم في الكتاب التاني، في الجزء التاني هتلاقوا الشرح بتاع فورس كله بالتفصيل، حاجة النهاردة وحاجة المرة اللي فاتت موجودة في الكتاب التاني. لا ما خلصش الكتاب الأول، هنخلصه. مين اللي بيسأل السؤال ده؟ أثناء الكورس قبل ما نخرج هنكون مخلصين الكتابين إن شاء الله. تاني رمز قفل مفتوح واسمه أنفورس. تالت واحد قفل مفتوح وجنبيه سهم لتحت. طبعا الرموز دي ممكن تتغير من ماركه لماركه، اوكي؟ اسمه ان فورس اول. مع كده قفل مقفول سهم لفوق اسمه ريد اول فورسد. الرمز الاولاني اعمل بيه فورس، الرمز الثاني الغي الفورس من على حاجه، الرمز الثالث الغي الفورس من على مجموعه، الرمز الرابع انا معرض ان انا انسى ان في امر فورس اتعمل، بما ان امر فورس ممكن يعمل كارثه فممكن اقول له فكرني، قول لي مين اللي اتعمل عليهم فورس. اوكي تاني مش مشكله من الاول. تاني امر فورس عشان اجبر حاجه انها تشتغل او تطفي. خد بالك احنا بنتكلم على انبوت وعلى اوتبوت بس اللي بتعمل معاهم فورس، فاخر يا شغل يطفي يا افتح واقفل. اوكي امر فورس عشان اشغل حاجه بالاجبار او اطفيها بالاجبار، او افتح مفتاح بالاجبار او اقفله بالاجبار. امر فورس ان فورس سوري، انا عايز الغي الفورس دوت، يعني انا اجبرت المفتاح انه يفتح، فحتى لو مقفول على البي ال سي، البي ال سي طول عمره قاري على ان هو ايه مفتوح. عايز ارجع في كلامي بدوس على ان فورس. تمام زي اندو مثلا. ان فورس اول بعوزها امتى؟ لو انا عملت فورس على كذا حاجه في البرنامج، خلاص دي كانت تجربه وخلاص عايز اراجع كل زي ما كان. فبدل ما اقف على حاجه حاجه واعمل لها ان فورس، هقف في اي حته وانا عامل ايه؟ ان فورس اول، الغي كله. يعني راجع كله زي ما كان. ما تجبرش اي حاجه انها تشتغل او تطفي بالعافيه. ريد اول فورسد، انا ممكن اعمل فورس على حاجه وانساها. يعني مثلا عملت بالاخطر كمان انا ممكن اعمل فورس على المكنه على موتور بزيرو، يعني اعمل ايه؟ اعمل فيه ايه؟ هتصير. فانا مش عارف هل هو مطفي عشان انا اجبرته يطفي، ولا هو مطفي عشان طبيعي انه يبقى مطفي دلوقتي. عشان كده ريد اول فورس بيفكرك، يقول لك خد بالك هو مطفي، بس مطفي غصب عنه المفروض يكون شغال دلوقتي. اوكي ها، فريد اول فورس بيجيب لك لسته بكل حاجه اتعمل لها فورس. امر فورس مهم جدا، انت لو طفيت البي ال سي وقطعت عنه كهرباء وركنته سنتين ثلاثه ورجعته تاني، امر فورس لسه موجود. امر رايت اول بيتعمل على البرنامج، يعني من الاخر وانس ان انت شلت الكمبيوتر امر رايت اول ما بقاش موجود، البي ال سي يشتغل بطبيعته. اعمل ريستارت للبي ال سي يشتغل بطبيعته، النور قطع ورجع هيشتغل بطبيعته. امر فورس راح دايركت على الموديول بتاع الانبوت او الاوتبوت وعدل فيه. عشان كده لو غيرت البرنامج خالص وخدت البي ال سي وديته مثلا فرنسا وشغلته هناك، امر فورس لسه موجود. غيرت الكمبيوتر، غيرت البرنامج، عملت برنامج جديد، كان بالصدفه كنت عامل كيو 0.1 على البرنامج بتاع اشاره المرور، غيرته خالص وجيت في مطور اتجاهين واستخدمت كيو 0.1، لسه برضه عمل عليه فورس، لان انت عملت فورس على فلان، فحتى لو غيرت البرنامج ما دام استخدمت فلان دوت برضه عمل عليه فورس. دايركت على المداخل والمخارج بتاع البي ال سي بتاع الموديول، مش بتاع البرنامج دخل دايركت على البي ال سي. لو عملت مش ملهاش كلمه شرطه، عشان شرطه تخض شويه. لو اجبرته انه يشتغل، لو اجبرته انه يشتغل ايوه يعني اجبرته انه يشتغل، يعني واحد يعني يبقى غير البرنامج، يعني اعمل عايز تعمل. ما دام ما غيرتش البي ال سي، ما دام بتتكلم في نفس البي ال سي، امر فورس ما بيتشالش.
حتى انت لما تيجي تعمل داونلود وتبعت برنامج جديد يقول لك خد بالك، اعمل لك مثلث اصفر جوه علامه التعجب، يقول لك خد بالك انا مش مسؤول، انا بعرفك من اول دلوقتي ان البرنامج اللي انت هتبعته احتمال ما يشتغلش صح، لان البي ال سي معمول له فرص. نصيحه، كنسل اللي انت رايح تعمله دوت وارجع عن كلامك وادخل جوه صفحه ستيتس شارت واعمل ايه؟ انفورس. ما كانش انا مش مسؤول، هيقول لك كده بالظبط، هنشوفها هقرأ لك بالتفصيل، انا مش مسؤول. على الدايركت على السي بي يو، تمام؟ يعني تعال نعمل حاجه اظن الفرصه يعني ما فيش اسهل منه. تعال عند اي انبوت انت عايزه يقفل حتى لو مفتوح، واكتب اتنين شباك واحد ودوس فورس. تعال عند اي اوتبوت شغال وعايز تطفيه او مطفي عايز تشغله، روح اكتب اتنين شباك زيرو او هتطفيه، او اتنين شباك واحد او هتشغله ودوس فورس. هتلاقي مليون المية اشتغل او مليون المية طفى، المفتاح مليون المية فتح او قفل. هتلاقي المفتاح عمال يقول انا قافل ومنور الليد بتاعه على السي بي يو، بس ما دام انت قلت له اوف يبقى هيبقى اوف، يبقى قافل المنظر. اوكي، ديكور بس كده على البي ال سي من بره. اوكي، عشان تلغي امر فرصه تعمل ايه؟ ان فورس. لو كنت عملت فرصه على كذا حاجه وعايز تلغيها مره واحده يبقى تعمل ايه؟ ان فورس اول. بعد ما تخلصوا الجزء دوت هقول لكم حاجه مهمه جدا بخصوص ريد اول فورست. اوكي، جربوا ده عندك مفوت وانت في مكانك من غير ما تيجي على طول، جرب بس على انبوت وعلى اوتبوت. مثلا عايزين تعملوا مطار اتجاهين وتعمل فرصه على الاثنين، لو مش مصدق هتلاقيه شغل الاتجاهين مع بعض. تمام؟ عندك جوه الادرس كيو بي 0 اللي هي كانها كيو بايت 0، كيو بي 0 اكتب جوه الادرس كيو بي 0 بخفيفه، كيو بي 0. اه تمام، معناها ايه كيو بي 0؟ يعني معناها كام اوتبوت؟ اول 8 اوتبوت، صح؟ كيو عن اوتبوت، بايت عن 8، 0 عن الاولانيين، اول 8 اوتبوت. بعد كده تعالى جوه الفورمات، جوه الفورمات اختار سايند او ان سايند، اختار مثلا ان سايند، ان سايند ده جوه الفورمات اختار ان سايند. تمام، تمام. لما لو انا عايز اخلي ال 8 اوتبوت شغالين اكتب كام واحد؟ لو عايز اشغل 8 اوتبوت اكتب كام واحد؟ 8 وحايد. ال 8 وحايد بالديسيمال معناها كام؟ 255، صح؟ تعالى على الكرنت النيو فاليو اكتب 255، على اليمين خالص اكتب 255، في اليمين خالص اكتب، في اليمين خالص اكتب 255. يبقى الادرس كيو بايت 0، الفورمات اختاروا ان سايند، على اليمين خالص في النيو فاليو اكتب 255. ماشي يا باشمهندس، اكتب برضه 255. بعد كده روح اعمل فورس. ايه اللي حصل للاوتبوت عندك؟ ها؟ ال 8 نوروا ليه؟ لان 255 بالباينري معناها 8 وحايد. 255 بالباينري معناها 8 وحايد، فانت كده عملت فرصه على ال 8 اوتبوت كلهم. كده اجبرتهم ان هم كلهم يشتغلوا، صح؟ تمام، الله ينور. ها؟ 255 هنا. هنا؟ اه. اعمل فرص. كيو بايت 0 اه 255 هي الفرص. كده شغال لك ال 8 كلهم. كله يقفل البرنامج وما يعملش سيف. اقفل البرنامج وما تسيفش. مش عايزينه خالص. اقفل البرنامج خالص. كله. كله. اقفله كله هجيبه لك تاني ما تقلقش. اقفل البرنامج دونت سيف نو. تمام؟ افتح برنامج جديد فاضي، واحد خالص جديد خالص فاضي خالص. واحد جديد غيره فاضي خالص. جرب تعمل داونلود كده صفحة فاضية واستنى. جرب تعمل داونلود واستنى. اه. داونلود برنامج فاضي يا باشمهندس، فاضي خالص. اوكي، اعمل داونلود. هتلاقي مسج ظهرت عندك بيقول لك ايه؟ There are input or output points. فورسد اون ذا كنترولر، يعني بيقول لك خد بالك في عندك على البي ال سي انبوت او اوتبوت مجبرين عندك على البي ال سي. يو ماي اجنور اند كونتينيو، يعني لو عايز تكبر دماغك من المشكله دي وتكمل بس براحتك، بيقول لك انت المسؤول يعني. اور اكزيت اند سيلكت ان فورس اول، يا اما ترجع في كلامك وتعمل لهم ايه؟ ان فورس اول، يعني من الاخر بيقول لك انا مش مسؤول. صحيح انت بتنزل برنامج جديد وفاتح برنامج جديد خالص، بس امر فرصه ما اتلغاش، امر فرصه لسه موجود. اوكي، عشان كده طبعا كنسل الصفحه دي، كنسل
ادخل جوه ستيتس شارت تاني اللي احنا كنا بنعدل منها، ودوس على ريد اول فورست اللي هو الرمز اللي احنا بنشوف منه ايه الحاجات اللي معمولها فورس. دوس كمان، دوس هنا ريد اول فورست، هتلاقي جاب لك لسته بكل الحاجات اللي معمول لها فورس اللي هم كام اوتبوت؟ سبعه. الثمانيه اوتبوت كلهم. ثمانيه. اوكي. ممكن طيب. اقدر من اول دلوقتي اعمل ايه بقى؟ ان فورس اول اللي جنبيها، ان فورس اول. كده كله بقى بطبيعته. اوكي؟ ان فورس اول. الاول لما كان امر فورس معمول، لو طفيت الكهرباء، لو عملت ستوب، لو غيرت البرنامج، لو مسحته خالص، برضه امر فورس مش هيتلغي. الحل الوحيد عشان الغي امر فورس ان انا اعمل ان فورس.